المراد بيان فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ونام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ولما أراد أن يبعث عليه الصلاة والسلام صدر سورة براءة، وكان قد بعث أبا بكر أميرا على الحج، بعثها مع علي، لأن الناس لا تقبل إلا رجلا من عصبته من أهل بيته. وقال له يوم تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال له يوم غدير خم: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلا يعقل بعد هذه الفضائل التي دل عليها القرآن ودل عليها السنة يأتي من يتردد في موالاة هذا العبد الصالح والصحابي الجليل الذي رزق الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام الصبطين الكريمين من ظهره، أي من ظهر علي، لما تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وقال: حسين مني وأنا من حسين. فمهما أتى رجل يدعي الباطل أو تلبس بالبدع أو حتى لو تلبس بالكفر، فهذا حق أبلج لا نتركه، لأن أحدا من الناس ما لم يحسن إتيانه. وإنما كما قلت يبقى الحق كما هو نورا يتلألأ وشمسا مشرقة يومها من كان واثقا من خطاه